انت فين يا واد يا ليمون؟ اتأخرت كل ده ليه؟ ماشي. بقول وانت جاي هات حاجة ناكلها. اه والله يا اصل ما كنتش قادرة اطبخ النهاردة. ماشي سلام. والحق سنية بقت صافي يا بنت، على نفسك خافي. وسنية في كل حد، مصاحبة خمسة ستة. وحشتيني يا سونس. حسن سكورية يا بنت، حسن سكورية يعني الحراق الجاحد. وانا صغير العيال في الشارع كانوا بيخافوا مني وبيسموني الحراق عشان اللي كان بيفكر بس يضايقني كنت بحط عليه وازعله. اسمعني بس يا حسن، هو انت فاكر يا اخويا يعني انا عملت كده؟ هو بتوعي والله غصب عني بجد. والنعمة الشريفة، النعمة؟ النعمة اللي انت فيها دي منين يا بنت؟ بص يا حسن، هو اشرف يا اخويا اللي قال لي قولي كده اهو. وعيشة هاني ما انت عارفها يعني، قالت لي يا بنتي سنية ما قلتيش كده هنقتلك. افتح الباب قومي فز، افتح الباب. لا هقول لك بس، سيبك من الباب دلوقتي، هقول لك بس الموضوع اللي احنا فيه اهم. بقول لك قومي افتح الباب. ده تلاقيه يا اخويا بتاع النور. اصلا انا اتخانقت مع الدكة اللي فاتت، تخيل جايب لي الفاتوره حرقه موت. حرقه برضو؟ قومي يا بنت فز، افتح الباب قومي. تلاقيه بتاع الدليفري. ايوه صح، انا طلبت شويه حاجات ورجعت من السفر دايب بقطع. تعالى مولع. سجون يا سجون. تعالى يلا اقعد حبيبي اقعد. وحشني يا سجون. اقعد يلا وحشني وحشني والله. انا زعلان منك يا لمونة. ليه بس كده؟ زعلان منك بقول لك، بص لي هنا. يبقى اخر يوم ليا النهارده وما تجيش تستناني في السجن هناك؟ ده كلام يا لمونة؟ ما هو لك يا شيخ، ليه عندك حق. يلا بقى ناكلوا لقمة، ثانية ايه اللي موسية عليها. ليمونة صاحبي بفتي شقيقي، ما يبيعش اخوه ابدا ولا يخونه عشان خاطر واحدة ست زيك. فاهمة يا بنت؟ يبقى تسمعي اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. عايزك تقومي كده تهزي وسطك وتخشي جوه تجيبي كل مليم خدتيه مني داير داير. حلو؟ ولو كنت استقضيتي حاجه بالفلوس اللي خدتيها مني تجيبيها هنا برضو على جزمتي. امين يا بت؟ يلا قومي فزي.